بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية من قصص الأنبياء، الدرس الأول، يا قوم اعبدوا الله، قصة سيدنا صالح. نعم، كان نبي الله صالح عليه السلام واحدا من أنبياء الله الذين بعثهم لهداية الناس ودعوتهم لعبادة الله وحده. وكانت ثمود اللي هم يعني قوم صالح كانت تعبد الأصنام، فدعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام، ولكنهم كذبوه بل سخروا منه وطلبوا منه معجزة تثبت أنه رسول من عند الله. وقد أعطى الله صالحا المعجزة، وهي ناقة من عند الله عظيمة خلقها الله لهم، كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا، وأمرهم ألا يمسوها بسوء حتى لا ينالهم العذاب. عاشت الناقة بين الناس، كانت إذا جاءت لتشرب ابتعدت الحيوانات الأخرى، وإذا نامت في مكان تركته الحيوانات كلها. آمن قليل من الناس بدعوة صالح عليه السلام، وظل الباقون على كفرهم، بل عزموا على قتل الناقة حتى لا تكون شاهدة على كفرهم. اتفق الكفار على قتل الناقة ولم يهتموا بتهديد نبي الله صالح عليه السلام لهم بعذاب الله. وفي ظلام الليل خرج عدد من الكفار حيث كانت الناقة تنام، ضربوها بسيوفهم، سالت دماؤها، نظرت إليهم نظرة غضب ثم ماتت. غضب نبي الله صالح ووعدهم بالعذاب بعد 3 أيام. قال تعالى: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي فجر اليوم الرابع أرسل الله عليهم صيحة جبارة، فانهارت البيوت وانهارت القرية والبلدة كلها، ووقع عليهم الجبل وصعقوا جميعا صعقة واحدة. الآيات من سورة هود للحفظ والفهم، من الآية 61 إلى 65. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. معاني المفردات: أنشأكم من الأرض، بدأ خلقكم من الأرض، استعمركم فيها، جعلكم تعمرونها، قريب مجيب، قريب من عباده يجيب دعواتهم، مريب، موجب لسوء الظن وقلق النفس. أرأيتم؟ أخبروني. على بينة، على يقين. فمن ينصرني من الله؟ فلا أحد يدفع عني عقاب الله. غير تخسير، غير تضليل. فذروها أي فاتركوها، ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بأذى. فعقروها فذبحوها،
في داركم في بلدكم، غير مكذوب وعد صادق لا كذب فيه، عذاب قريب عذاب عاجل. المناقشة. السؤال الأول: لماذا أرسل الله سيدنا صالح، وما العلاقة بين دعوة صالح وبقية الأنبياء؟ الإجابة: أرسل الله سيدنا صالح لهداية الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعلاقة بين دعوة صالح وبقية الأنبياء هي الدعوة إلى عبادة الله وحده. كلهم قالوا يا قوم اعبدوا الله. نعم، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. السؤال الثاني: ما اسم قوم سيدنا صالح، وما الآية التي أرسلها الله إليهم؟ الإجابة: اسم قوم سيدنا صالح ثمود، والآية اللي هي المعجزة يعني هي الناقة. سؤال ثلاثة: ماذا كان يعبد قوم ثمود؟ كانوا يعبدون الأصنام. سؤال أربعة: ما موقف ثمود من دعوة سيدنا صالح؟ كذبوه وسخروا منه وطلبوا منه معجزة. نكمل المناقشة. سؤال خمسة: ما المعجزة التي ساقها الله لسيدنا صالح، وبماذا أمرهم الله؟ الإجابة: المعجزة هي الناقة، وقد أمرهم الله بعدم مساسها بسوء. ما موقف ثمود من هذه المعجزة ولماذا؟ ذبحوا الناقة حتى لا تشهد على كفرهم. ما جزاء الذين يعاندون الله؟ جزاؤهم غضب الله عليهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد. سؤال 8: لا يعذب الله قوما قبل أن ينذرهم، وضح ذلك، أو قبل أن ينذرهم. الإجابة: إن الله قبل أن يعذب قوم ثمود أرسل إليهم سيدنا صالح، أو أرسل إليهم سيدنا صالح. سن 9: أذكر بعض مظاهر الإعجاز الإلهي في الناقة. ألف: كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا. باء: إذا شربت من مكان تركته جميع الحيوانات. جيم: إذا نامت في مكان تركته جميع الحيوانات. سؤال 10: متى وقع العذاب على قوم سيدنا صالح، وبماذا أهلكهم الله؟ الإجابة: وقع عليهم العذاب بعد قتل الناقة بثلاثة أيام، أهلكهم الله عز وجل بصيحة جبارة.